اهلا وسهلا بيكم في دورة انديزاين. في الدورة دي ان شاء الله هنتعلم النشر الرقمي والمكتبي وتصميم الكتب والمجلات. انا اسمي محمد عبد الرحمن، انا انستراكشنال ديزاينر ويب ديزاينر وادوبي سيرتيفايد اكسبرت وادوبي سيرتيفايد انستراكتور، وكمان انا مالتي ميديا ترينر وعندي خبرة اكتر من 11 سنة في الماركت. وان شاء الله خلال الدورة دي هحاول ان شاء الله انقل لكم خبرتي في تصميم الكتب والمجلات ومستندات متعددة الصفحات. اتمنى الدورة ان شاء الله تحوز على اعجابكم. احد ابرز المميزات اللي بتميز برنامج الانديزاين عن اي برنامج اخر هي اداره الصفحات المتعدده او اداره المستندات متعدده الصفحات، واللي بمعنى اصح ان انت تقدر تعمل اداره ل 100 صفحه ل 1000 صفحه كلها مره واحده. والجديد بالذكر كمان ان انت تقدر ان انت تصمم تمبلت واحد او تصمم ديزاين واحد او قالب واحد لكل الصفحات وتقوم بتطبيقه سريعا على كل الصفحات. بالاضافه الى كده كمان ان انت عندك تولز رهيبه جدا خاصه باداره التكست نفسه وإدارة النصوص الموجودة في الدوكيمنت عندك، فتقدر بكل بساطة ان انت تضيف نصوص بحجم كبير من الوورد او اي برنامج اخر، وكمان تقدر انت تعدلها بشكل سريع جدا بحيث انت تقدر انت تتحكم في كل النصوص اللي موجوده عندك في الدوكيمنت او في كل الصفحات اللي موجوده عندك في الدوكيمنت بتاعك. احنا طبعا بنتكلم على الدوكيمنت او بنتكلم على المستند اللي هو مثلا يكون مجله او كتاب من عده من الصفحات او كتالوج او الى اخره من المنتجات اللي انت ممكن تستخدم فيها المالتي بيج دوكيمنت اللي هو متعدده الصفحات. كمان برنامج الانديزاين بتميز ان هو بيحفظ المعلومات في شكل فيكتور، فبالتالي انت لما بتصمم داخله نصوص معينه او اي شيبس او اي رسومات داخل البرنامج فبيتم حفظها في شكل فيكتور، وده طبعا بيميزها ان او بيميز البرنامج نفسه. كمان ان الدوكيمنت اللي بتخرج من برنامج الانديزاين بتكون هاي كواليتي، وبالتالي ممكن انت تجهز الدوكيمنت بشكل بسيط جدا وسهل جدا للطباعه بجوده عاليه، وكمان حتى ممكن انت تعمل لها ببلشنج بحيث انه يكون حجمها صغير وفي نفس الوقت تكون جودتها عاليه جدا. طبعا ده ما يمنعش ان اكيد تقدر تستعمل اللي هي الانفورميشن البيكسل بيز او الراستر او هي الصوره الملتقطه بالكاميرا، او طبعا ده غير طبعا ان هو كومباتبل مع برامج الادوبي، فبالتالي تقدر انت تستخدم ملفات البي اس دي او ملفات الاي اي او اي بي اس او اي نوع من الملفات، سواء اذا كانت جرافيك فيكتور ارتس او اذا كانت بيكسل بيز اللي هي الراستر، يعني تقدر تستخدمهم الاثنين داخل برنامج الانزيم غير اي مشكله تماما. في البرنامج مجهز تماما ان هو يستخدم المعلومات المحفوظه من الفوتوشوب او الالستريتور. الدوره ان شاء الله هتكون مكونه من عده من الوحدات، وكل وحده هتحتوي على مجموعه من الدروس، وكل درس هتلاقي مرفق معاه او هتلاقي مرفق معاه مجموعه من الامثله، او هتلاقي فيه مثال خاص بالوحده دي واللي هيتم مناقشته وشرحه ازاي تطبيقه خلال الوحده. خلاص هتلاقي في درس ان شاء الله في البدايه بيشرح لكم ازاي انتم تستخدموا الامثله المرفقه مع الدوره ان شاء الله، بحيث ان انت تقدر انت تعمل لها داونلود بنفسك وتقدر انت تستخدمها. كمان عاوز ابلغكم عنه او اعرف لكم ان الدوره ان شاء الله هيتم تحديثها بشكل مستمر ان شاء الله خلال الفترات القادمه ان شاء الله. فممكن على فكره حتى تضيفوا اقتراحاتكم او اسئلتكم او اي مقترحات عندكم بحيث ان انا اكون احطها في الابديتس او التحديثات القادمه ان شاء الله. الدوره كمان موجهه اللي هم ما عندهمش اي خبره خالص في التصميم تحديدا في مجال الديزاين عموما، او حتى الجرافيك ديزاينرز اللي عندهم خبره في برامج اخرى زي الفوتوشوب والستر. اكيد اكيد ده البرنامج ده الانديزاين برنامج احد البرامج المكمله جدا ليهم واللي هتحتاجها فعلا، خصوصا لو بتتكلم على مستندات متعدده الصفحات زي ما شرحت لكم قبل كده ان شاء الله. ولو عاوز تتعرف اكتر على مميزات البرنامج وايه اللي بيفرقه عن برنامج الفوتوشوب او الالستريتور هتلاقي فيه درس في الاسفل ان شاء الله بيشرح لك النقطه دي اكتر. شكرا جدا ليكم، اتمنى اشوفكم في الدرس الاول ان شاء الله، واتمنى ان انتم تلاقوا تجربه تعليميه ممتعه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.